تبقى الأشرفية دائما عنوانا على الساحة اللبنانية، هذه المنطقة التي كانت عصية وستبقى على كل محاولات كسرها، طورا لممارسات خارجة عن القانون وطورا من خلال دس أخبار لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة. وإذا كانت الأشرفية تستطيع دفع الشرور عنها فإن الوطن ما زال يعاني، ولا شيء في الأفق يشير إلى أن الأمور ستتغير إلا إذا حصلت معجزة وتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية وتمت تسمية شخصية لتشكيل الحكومة تحدث مع الرئيس المنتخب نقلة نوعية في البلد من خلال تشكيل حكومة تستطيع إعادة وضع لبنان بشكل إيجابي على الخريطة العالمية والإقليمية. لقد أصبحت خريطة الطريق للحل معروفة من كل اللبنانيين بعدما حررها المجتمع الدولي والعربي أكثر من مرة، وهي تبدأ بتكوين سلطة مختلفة عما سبق وقيام الدولة بواجباتها، ولا سيما لجهة فرض سيادتها على كل أراضيها من دون شريك، وحماية وصون حدودها، وأن تنطلق عملية إصلاح واسعة يكون عمادها اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مساعدات للدولة اللبنانية تعيد إحياء مؤسساتها واقتصادها وأبعاد شبح الانهيار بشكل نهائي. وطالما أن هذه الخريطة لم تنفذ، تبقى دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى مؤتمر دولي من أجل لبنان دعوة مبررة ومطلوبة، ولا يمكن القول سوى أن الذين يقفون بوجهها يريدون استمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه واستمرار سيطرتهم على البلاد ومقدراتها وأغراقها أكثر فأكثر في محور لا يعرف سوى الخراب والأزمات والانهيارات.